كم ذا التلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان. خسفت قلوبكم كما كسفت عقولكم فلا تذكوا على القرآن. كم ذا تقول مجمل ومفصل وظواهر عزلت عن الإيقان. حتى إذا رأي الرجال أتاكم فاسمع لما يوحى بلا برهان. مثل القفافيش التي إن جاءها ضوء النهار ففي قوى الحيطان. عميت عن الشمس المنيرة لا تطيق هداية فيها إلى الطيران. حتى إذا ما الليل جاء ظلامه جالت بظلمته بكل مكان. فترى الموحد حين يسمع قولهم ويراهم في محنة وغوان. ورحمته لعينه ولأذنه يا محنة العينين والأذنان. إن قال حقا كف فروه وإن يقولوا باطلا نسبوه للإيمان. حتى إذا ما رده عادوه مثل عداوة الشيطان للإنسان. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان. يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن. أوما علمت بأن أعداء الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان. لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان. مل العيب إلا في خلاف النص لا رأي الرجال وفكرة الأذهان. أنتم تعيبون بهذا وهو من توفيقنا والفضل للمنان. فليهنكم خلف النصوص ويهننا خلف الشيوخ أيس تستوي الخلفان. والله ما تسوي عقول جميع أهل الأرض نصا صح ذات بيان. حتى نقدمها عليه معرضين مؤولين محرف القرآن. والله إن النص فيما بيننا لأجل من آراء كل فلان. والله لم يوقم علينا منكم أبدا خلاف النص من إنسان.